الدعاة، شو هو الدعاة؟ كثير من يقولون انهم دعاة، يكونون جماعات ويكونون ويقولون انهم دعاة تحت هذا الغطاء، فهم يريدون دعوة الناس الى الضلال. الا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا على حق، وهذه هي الدعوة الحق. ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه، فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه داعي إلى حق، وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل، ولا يغتر بأنه من الدعاة. هناك دعاة على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. نعم.